يعني بشكل عام احنا ربما تابعنا في هذه الحلقة عدد كبير من الموضوعات، كان من أهمها الموضوع الخاص بالطرق المصرية والتطويرات اللي حصلت على الطريق الدائري. اتكلمنا مع دكتور حسن مهدي استاذ هندسه الطرق بالضبط على القصه دي، واعتقد ان ده ملف بيهم نوعيه في الطرق في الموانئ المصريه، في تحديث الموانئ المصريه، في الاهتمام بالبنيه التحتيه علشان نقدر نستخدم التكنولوجيا داخل الموانئ، لانه خلينا نكون يعني واقعيين، هي التكنولوجيا دلوقتي لغه العصر في كل شيء، والرقمنه لو ما وصلتش للموانئ مش هنقدر نشتغل بالطريقه اللي العالم بيشتغل بيها، وده مهم جدا لانه احنا بنتكلم انه نجتذب بقى يعني الكثير من الاستثمارات في مساله النقل البحري. ويمكن كان بيتحدث دكتور حسن مهدي عن ده تحديدا، انه صحيح. في السنين اللي قبل كده لانه ما كانش فيه اهتمام بالنقل البحري، يعني كان ده ولو ان مصر يعني عندها كل الامكانيات اللي تخليها مركز لوجستي للتجاره العالميه، ده ما كانش متحقق في منظومه النقل البحري عشان شبكه الطرق اللي كانت فعلا متهالكه، واحنا فعلا عملنا 5000 كيلو، اعتقد ده برضو رقم، نقلنا من 120 لحاجه و20، اعتقد برضو طفره كبيره جدا في تصنيفنا العالمي في جوده الطرق بكل تاكيد. نروح مع حضراتكم دلوقتي للغربيه، والغربيه بتنظم اول بطوله دوليه للشطرنج، هيشارك فيها 300 شاب وفتاه اعمارهم تقريبا اقل من 19 سنه. هنعرف بقى التفاصيل دلوقتي معانا على التليفون استاذ محمد خلاف رئيس منطقه الغربيه للشطرنج، نعرف منه كل تفاصيل البطوله. صباح الخير على حضرتك، وقول لي البطوله دي معموله لابناء الغربيه بس ولا ممكن حد تاني يشارك، والكل يعني الاعمار بقى السنيه المشاركه في البطوله، شروط الالتحاق بهذه البطوله. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على مصر. احنا البطوله كانت امبارح 15 اغسطس، كانت البطوله يعني محدده للناشئين تحت 19 سنه، اي كل حد بالمرحله العمريه، يعني مرحله الابتدائي او الاعدادي او الثانوي، كان له الحق اللي هو يلتحق امس بالبطوله دي. البطوله دي مرفوعه على موقع الاتحاد الدولي للشطرنج، ومقيمه ومعتمدة من الاتحاد الدولي للشطرنج، ومراقبة من الاتحاد المصري هنا، ومحكام معتمدين من الاتحاد المصري. هي أول بطولة نوعية من نوعها، بحيث يختصت على فئات عمرية معينة اللي هم الناشئين. الاهتمام بالناشئين علشان نخرج كوادر في هذه اللعبة، ويمكن احنا عندنا كوادر مصرية طبعا في الشطرنج. فعلا يا فندم، كانت النتائج مبهرة، حتى كان مشترك معانا يعني الناشئه سلمى احمد، وهي حاصله على ذهبيه افريقيا يعني الشهر الماضي، وكانت هيفن برضو موجوده معانا، وبرغم من ذلك يعني اللي هم حصلوا على ذهبيه، لا في ناشئين اخرين الحمد لله بفضل الله لسه لاول مره بيشاركوا وهم حصلوا على البطوله. البطوله حضرتك كانت مجانيه، وده برضو شيء برضو مش معتاد في البطولات عامه في مصر، دايما بيكون في اشتراك نقدي، ولكن احد الجامعات تولت المبادره ايمانا منها بدور رياضه الشطرنج وتاثيرها على العقل وتنميه الذكاء، وكان فعلا اقبال غير عادي من محافظات مصر كلها. كان معانا طلبه من الاقصر ومن بني سويف والمنيا والقاهره يعني والشرق. الموضوع مش مقتصر على ابناء الغربيه يعني. لا يا فندم، كان مفتوح لاي حد جوه مصر وبره مصر، بل كمان حضرتك اشترك معانا حوالي 6 طلاب اندونيسيين في مقيمين في مصر في البطوله يعني. طب انا ملاحظ ان يعني الفتره دي في اهتمام كبير من الدولة بقصة الشطرنج ورياضة الشطرنج، يعني ربما احنا في صباح الخير يا مصر بنتابع دايما القصة دي، كلمة السر في ده ايه؟ احنا ليه يعني سلطنا الضوء على هذه الرياضة الذهنية ومش البدنية في هذا التوقيت؟ فعلا يا فندم، هو رئيس الاتحاد ما شاء الله نشط جدا، واحنا كلنا بننفذ الياته، والدوله ذات نفسها متمثله في يعني وزير الشباب والرياضه. احنا من شهر رجع حصلنا، مصر حصلت باكتساح على البطولات، وحصلت على 13 ذهبيه، 13 ميداليه اسف، 9 ذهبيه منهم واثنين فضيه واحده برونزيه. مصر كانت من حوالي ايام في الاولمبياد، وحققت برضه على المستوى العربي والافريقي أرقام كويسة جدا جدا يعني. في الفترة الأخيرة يا فندم يعني الحمد لله بفضل الله
في اكاديميات ابتدت تظهر في مصر، اكاديميات معتمده دوليا قدرت تخرج ناشئين يقدروا نفسهم. البطوله دي حضرتك مهمه جدا يا استاذ محمد، مساله تدريب الناشئين والاهتمام بتدريب الناشئين في لعبه زي الشطرنج، وهي لعبه ما هياش سهله. صحيح. يعني ابدا لعبه وتعتمد بشكل كبير على يعني تشغيلك لدماغك وللذكاء. يعني اعتقد انه مساله الاهتمام بالناشئين في اللعبه دي شيء مهم جدا. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد خلاف، رئيس منطقه الغربيه للشطرنج. يعني استكمالا لده برضه يا هدير، كنت عايز اقول ان الدوله مهتمه جدا بكل الرياضات، مش حتى الرياضات الذهنيه، في اهتمام كبير جدا من الدوله باعداد كوادر ان هي تقدر تحقق ميداليات. شفنا ده في اولمبياد البحر المتوسط، شفنا ده في كذا بطوله، ان خصوصا كمان لعبه الشطرنج احنا بنحقق فيها افريقيا وعالميا ميداليات يعني قويه يعني. فعندنا كوادر مهمه جدا، فمساله الاهتمام وان احنا نكمل نبني اجيال كمان ناشئين على الاجيال اللي موجوده عندنا ده شيء مهم جدا.